أهمية المؤتمر تأتي في ظروف اقتصادية صعبة وظروف سياسية صعبة أكثر، ويجب إثبات أن القطاع العقاري لا زال حي وفعال، حيث أن هذا القطاع يشغل الآلاف من العمال والمهندسين والمساحين وما إلى ذلك، يستخدم 186 سلعة معظمها إنتاج وطني حاليا، ويتقاطع مع أكثر من 23 مؤسسة رسمية وغير رسمية. يجب أن نصر ونؤكد أن البناء قادم وسيبقى وسيستمر بإذن الله. أكثر من 30 شركة مشاركين، كلها طبعا في قطاع العقار وكلها لها تاريخ في هذا المجال. حجم الاستثمارات بآخر إحصائية بلغت حوالي 3 مليارات دولار سنويا. يبدو أن قطاع العقار محظوظ والحمد لله وموفق، بدليل أنه يوميا تصدر تراخيص جديدة. هذا هو المعرض الثاني اللي بيقيموه في فلسطين، من خلاله بيستطيع المواطن التعرف على واقع القطاع العقاري في فلسطين اللي عماله بتطور بشكل مذهل وشكل يتحدى الاستيطان ويتحدى ابتلاع الأرض الفلسطينية. هذه أرضنا وهذا القطاع هو اللي عماله بحافظ على 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 الأرض الفلسطينية، وبالتالي يعني يتوجب على الجميع أنه يقدم يد العون لهذا القطاع وللقطاع الخاص بشكل عام، وقطاع العقار هو من أهم القطاعات في فلسطين.